النجاح الكبير لمؤتمر باريس ده، يعني ما بتتخيل انه السودان ممكن يقدر انه هو يصلح من 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 قوانينه وتشريعاته هو الاقتصادية؟ بالتأكيد يا أستاذ، شوفي ما تفتكري إنه الناس اللي قاعدوا في باريس دولة ها يعني جايين عشان يدونا خيبات كده ويطلعوا يهنوا بعض ويطلعوا يفوتوا بيوتهم؟ نعم. هم بيجوا وبعدين أموالهم دي ها بيضعوا لها شروط وبيضعوا عليها يعني قيود لحركتها، ولازم يتأكدوا إنه في إصلاح مؤسسي، ولازم يتأكدوا إنه في شفافية، ولازم يتأكدوا إنه في قطاع مصرفي جيد. الآن القطاع المصرفي عندنا في السودان تعبان جدا، وهو القطاع الرئيسي بالنسبة لأي دولة من الدول. طبعا هو الانترفيس اللي بيننا وبين العالم الخارجي. اكيد. ها؟ فلازم تكون فيه شفافيه، ولازم يكون فيه امانه، ولازم يكون فيه تقنيه، ولازم يكون ممتثل للمعايير الدوليه من ناحيه بتاعت كفايه راس مال، من ناحيه بتاعت مخاطر، من ناحيه بتاعت كده. نعم اكيد. نعم. وحتى في الاوضاع الامنيه عنده اتصال. نعم. مهم. نعم. جدا. نعم. وضعنا الامني برضه، الاستقرار الامني في المنطقه جدا. نعم. النزاعات دي، بؤر النزاعات دي لازم تنتهي وتطفي خلاص، ونعالج يعني اساس هذه النزاعات. النزاعات دي اساس التهميش والجهل والمرض والجوع. نعم. نشتغل على البيسك ايشوز دي نخلص منها، اوتوماتيكلي بنلقى عندنا اقتصاد يعني متحرك في اتجاه جيد، وبنقدر نستفيد. يعني الجسم لما يكون صحيح يعني اي اكل تدي له بيستفيد منه، بيستفيد منه. لكن لما يكون معلول تدي الاكل من هنا ويطلع من هنا ما حيستفيد. اكيد. طيب.